وبالمناسبة ده كان حاجة أساسية بقولها لأي حد هيشتغل في الفيلم، يعني مساء الخير أنا عامل فيلم تحبي تشتغلي فيه أو تحبي تشتغل فيه، فتقول لي آه أحب أشتغل فيه. طيب بتحبي الحيوانات ولا لأ؟ المكان ده هناكل منه الشهد. يا بابا البيت هيقع عليك. من أحلى الحاجات اللي في الفيلم ده إن كل الحيوانات اللي فيه كانت حيوانات شارع بجد. فلقيت فرصة لطيفة إن إحنا نشتغل مع بعض، وفعلا حتى في أثناء أو في عدم التصوير كنت بتعامل مع الكلاب وكنت بقول يا سلام لو يصوروا ده، لاني كنت بلعب معهم كنت صاحبهم. يعني احنا عندنا قطط كتير جدا، القطه لو مش عايزه تشتغل مش هتشتغل، يعني القطه مستعده دلوقتي لو وقفناها هتشتغل فعلا، وساعات تبقى هي عايزه تنام في الشمس، يعني مش مهتمه خالص. فكره العلاقه ما بين الحارس وما بين يعني مش عاوز احرق، بس ما بينه وما بين الكلب الكبير والكلب الصغير، والخوف نصر من الحيوانات ومن الكلاب عموما، لا خلى الموضوع غني، وجود الحيوانات خلى الموضوع غني في الفيلم. يمكن من وانا بكتب عارف انه ناهد السباعي، شايف انه يا ريت توافق خاصة مع حجم الدور، والحقيقة الشخصية بتاعتها كانت شخصية هي اللي بتخلي البطل فيلم الحارس اللي عايش لوحده بيبتدي يغير مفاهيمه. هي باباها شوية ما بيتفاعلش مع المشاكل وما بيتدخلش في حاجة وعايش حياة بسيطة خالص، هي دايما اللي بتواجه وهي دايما اللي بتخرج للمجتمع، فهي دي المواجهة اللي تقريبا خلت الأب ياخد موقف ويحاول على قد ما يقدر ان هو يرجع الدنيا تاني زي ما كانت وما حدش يستغله. من أحلى التعليقات جت هو فكرة ان انت حسستني بكل مشاعر، يعني كرهتني فيك قوي وتعاطفت معاك وحبيتك في لحظات. انا كنت مبسوط قوي انه كان في انقسام، نص الفيلم بيشجع الحارس اللي لعب دوره سيد رجب، والنص التاني بيشجع نصر اللي لعبه احمد خالد صالح. تحس فعلا الاثنين ليهم عنده اسبابه عنده مبرراته، اسمعوا بعض. كان طول عمري عندي حلم ان انا اشتغل مع سيد رجب في يوم من الايام، وحاولت طول الوقت ان انا الاقي وسيله ان احنا نتقابل، يعني لحد ما حسيت ان هو ده السيناريو الانسب اللي ينفع نشتغل عليه، وهو اول ما اراه يعني لقطه على طول. وقفت حسيت ان انا انتصرت على الحجر، كان مجهود جميل قد ما حدش بيقول ان هو مجهود متعب، قد ما هو مجهود جميل انك تكبري مشاعر تقدري تعبري عنها في الموقف، وفي نفس الوقت انت بتبذلي مجهود ضخم جدا. اول مره عرضت المشهد ده في مهرجان القاهره، فاكر حتى من الجمهور جالي وقال لي الفيلم حلو جدا بس خساره انك جبت صخره فوم، كنت جبت صخره بجد علشان، فقلت له ليه بتقول كده؟ قال عشان كان باين انها خفيفه. الحقيقه الصخره دي اتقل صخره ممكن حد يتخيلها. الفن مش مصنع بنطلع منه افلام او بنطلع منه دراما، فن محتاج مجهود ومحتاج حساسية. أنا حسيت ده في الفيلم اللي احنا عملناه، وكنت سعيد جدا بشغلي.